هناك تعامل في البنوك يسمى بالتورق، وهو بأن يشتري لك البنك نوعاً من المعادن ثم توكل البنك ببيعه دون أن ترى تلك المعادن. هذا كذب، ما هو صحيح، ما عندهم معادن، لكن يدجلون على الناس يقولون عندنا معادن ونبيعها عليك. وين هي؟ وكلنا، هي بالبحرين ولا ما أدري وين فيه، وكلنا إننا نبيعها لك وناخذ ثمنها ونعطيك إياه. هو بيع نقود بنقود، لكن يذكرون الحديد من باب الحيلة، ولا ما في حديد ولا في شيء، هذا من الكذب والاحتيال على الربا وذر الرماد في العيون كما يقال، يعني يستغفلون الناس إلى هالحد. هذا أمر لا يجوز، والذي أفتى به مخطي، ولهم من أهل العلم، فعلى الناس أنهم يتقون الله في هذه الأمور. نعم.